مساء الخير على كل الأهلاوية في كل مكان. حلقة نهاية الأسبوع من برنامج السادسة، والحقيقة أحداث كتير قوي مهمة وحلقة مميزة إن شاء الله زي ما عودنا حضراتكم. طبعا بكرة مباراة المقاولين والنادي الأهلي، طبعا مباراة مهمة جدا. أي مباراة للنادي الأهلي الفترة اللي جاية هي استعداد كبير جدا لكأس العالم للأندية، واللي احنا شفنا قرعته طبعا نادي الاتحاد القطري، نادي مهم وليه طبعا سجل إنجازات كبير. يعني بنتكلم على اتأسس بس في 2009، واخد طبعا الدوري القطري 7 مرات، وكمان مباراة بيراميدز اللي هتكون يوم الثلاثاء الجاي إن شاء الله مهمة جدا. استعداد، كل ده استعدادات لكاس العالم للأندية. هنتكلم بالتفصيل يمكن عن نادي الاتحاد القطري، والأرقام هتكون معانا في الحلقة إن شاء الله. وكمان لازم أفكر حضراتكم بمباراة منتخب مصر النهاردة مع مباراة روسيا، مع طبعا فريق روسيا أو منتخب روسيا في كاس العالم لكرة اليد. مباراة مهمة جدا، وزي ما قال يمكن وزير الرياضة دكتور أشرف صبحي إنه لازم ندعم المنتخب بكل قوتنا، ولو كان إن إحنا مش موجودين في المدرجات ده ما أثر، لازم ندعمه حتى ولو على السوشيال ميديا. وبنتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني ضد منتخب روسيا. مساء الخير عليك يا أحمد.